تعاني المناطق المحررة في ريف درعا من انقطاع تام للاتصالات، فقد كان لأبراج الاتصالات النقالة نصيبها من قصف قوات النظام، أما الاتصالات الأرضية فقطعها النظام تماما من باب الحرمان منها فقط. يعمد الناس في ريف درعا لاستعمال شبكات النقال من دول الجوار، وذلك في المناطق القريبة من الحدود مع تلك الدول، حيث تستعمل أطباق اللواقط الهوائية الخاصة بالتلفاز لالتقاط وتقوية شبكات النقال من تلك الدول، وذلك لأجل استعمال شبكات الأنترنت. اعتمادنا الكلي صار بالوقت الحالي على التغطية الأردنية، بما أننا منطقة حدودية نحن مع الأردن، بنلاقي بعض الأحيان تغطية أردنية، وصار توثيق الأخبار للإعلاميين أو للتواصل الاجتماعي عن طريق التغطية الأردنية. ووجد في الوقت الحالي حديثا مقاهي نت تعتمد على نت الفضائي للتواصل الاجتماعي، للنت، للمكالمات، لأي شيء يخدم المواطن. أما بالنسبة للتغطية السورية فهي عدم وغير موجودة تماما يعني. بينما ما زال الكثيرون يقطعون مسافات طويلة للبحث عن شبكة الهاتف السورية وإجراء اتصال،